رجعنا معكم مشاهدينا لنكفي وصفتنا اللي كنا مبلشين فيها قبل الفاصل. كنا هون حضرنا الحمص مع الثوم والملح، وكنا عم نقلي المكسرات الصنوبر والكاجو، وكنا حطينا كمان لبن مع الثوم. خلطنا الثوم مع اللبن بشكل جيد، ومحضرين نحن جاط في خبز محمص. فالشي اللي رح أعمله هلأ، رح أسكب الحمص اللي هو مخلوط مع الثوم فوق الخبز، حط شوية مي. هلأ في ناس عزوقون بحبوا يحطوا الحمص بالكعب بكعب الجاط والخبز فوقه، حسب ما بحبوا. حطيت الحمص، رح رش شوية كمون لتعطي النكهة الطيبة. اوكي، هلا رح اسكب اللبن على وجه الجاط. فينا نستبدل اعزائي الزيت بالزبده اللي تعطي نكهه اطيب شوي، بس نحن هدفنا نعطيكم اكلات صحيه وقليلة الدسم. وهلأ فينا نحط مكسرات. سخنت المعلقة، لازم نغيرها. انتبهوا ما تحرق ايدكم مثل ما حرقتها، سخنة كتير. نحط مكسرات على وجه الفتة اللبن، وما بتتاكل الا سخنة لانه الخبز بيبل ما بيعود طيب، فوقت اللي بدنا ناكلها لازم نحضرها. شوفوا هالطبق الغني بكل انواع فيتامينات، كربوهيدرات، الأوميغا 3، الكالسيوم، البروتينز. هلا رح زين الجاط كمان بكمون. نعنع يابس، لأن النعنع اليابس كتير بيلبق مع اللبن والثوم. وحر اللي بيحب الحر، يعني بترجع لكل شخص حسب الذوق. هلا صارت حاضرة وصفتنا، فتة اللبن اللي قلنا مؤلفة من الخبز، الحمص، القلوبات واللبن. اوكي، هلا رح نروح لوصفتنا اللي بتشبه فتة الحمص، بس هي فتة الحمص بالحمص طحينة بدال اللبن. فاستبدلنا اللبن بالحمص بطحينة. انا هون بلشت حضر الحمص المطحون، رح ضيف لقلن طحينة يلي هو مثل ما بتعرفوا طحينة من زيت سمسم مطحون، واللي اكيد اكيد كمان عالي بالاوميغا 3. رح حط شوية مي لانه هاي وصفتنا بدها تكون الحمص بطحينة، مش مثل ما بناكلها بالخبزة والصحن، بدها تكون شوي رخوة. رح ضيف شوية ثوم، الحامض فينا نحمضها قد ما الواحد بحب. رح اطحنهم بالخلاط. بدي يكون اكيد اذا الخليط رخو
لازم حط لهم بعد شوية مي لان بدي اياهم رخوين شوي، اكيد مش مي. لازم اتأكد انه اخذوا كلهم خلطوا. هلأ الوصفة الثانية بتشبه وصفتنا الاولى، كمان الخبز رح حط هون الحمص اللي خلطناه مع توم، خلطنا الحمص مع التوم. مع توم وشوية ملح والكمون، نحركهم كمان بشكل جيد. نسكبهم فوق الخبز المحمص اللي حضرناه نحن هون بالجار. رح نحط الحمص بطحينة عوج وصفتنا، نرجع نرش الكمون، والحمص بطحينة كتير بيلبق للكمون والحر. بهاي الوصفة أعزائي ما بنحط نعناع اليابس لأنه ما بتلبق لوصفتنا نعناع اليابس، هيدي اللي بتفرقنا عن الوصفة اللي قبلها. كمان بنحط القلوبات على وجهها. وهي عنا وصفتين، وصفتين بالحمص واثنين مختلفين، وحده بلبن وحده بحمص بطحينه، واثنيناتهم فيهم الخبز القلوبات. اللي بتفرق الوصفه الاولى عن الوصفه الثانيه انه استبدلنا اللبن بالحمص، وهون حطينا نعناع يابس هون ما حطينا نعناع يابس. فبتمنى تعجبكم وصفتنا وجربوها، وراح تحبوها كتير انتو وعائلتكم. خليكم معنا.